معنا عبر الهاتف للحديث حول هذا الموضوع المقدم أحمد عامر مدير المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية السادسة. سيادة المقدم مرحبا بك. حياك سلمك أخي. يعني كما تحدثنا بأن اللواء 101 قام بإسقاط طائرتين مسيرتين، إذن هناك محاولات متواصلة من قبل الميليشيات للاستطلاع على مواقع القوات الحكومية والقوات العسكرية، حدثنا عن جديد الجبهات. طبعا أخي العزيز، كانت هناك في الأيام الأخيرة للجبهات في أيام الأخيرة في رمضان، رمضان الانتصار ورمضان التقدم ورمضان غزوة بدر، أثبتوا جدارتهم وأثبتوا بطولتهم بأنهم كان هناك تقدم، وتقدم فعلا أحرزه أبطالنا بأنه سيطروا على آل مروان، منطقة آل مروان ومنطقة مناطق حتى وصلوا إلى منطقة الخص. أبطالنا هناك تمركزوا وتوقفوا بأمر القيادة، بقيادة اللواء الركن أمين الوائلي قائد المهمة، وبتضافر كل قيادات الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة. طبعا هناك تهاوت حصون وكل الخطوط الأمامية للميليشيات عند تقدم أرض. هناك تقدم بخطة وبخطة حديثة وخطة مرتبة جدا. أما بالنسبة للطائرتين التي أسقطتا يوم العيد، هذا اسمه لقائد اللواء 101 محمد بن راسية، العميد محمد بن راسية. هناك وليست هذه المرة الوحيدة التي يسقط أو تسقط المنطقة العسكرية السادسة، والوحد عدد من الطائرات التي هي ترسلها الميليشيات للاستطلاع. نعم. هناك طائرات، عدد كبير منها في رمضان، اكثر من 7 طائرات التي اسقطت، ولنا نعم. سيادة المقدم، يعني على عجالة، هل هناك عودة للمعركة في جبهتنا؟ طبعا اخي، هناك تخطيط وهناك ترتيبات كبيرة جدا، ترتيبات لما بعد الجوف، ليس ترتيبات للجوف وللحج. نعم. ترتيبات بأن يصل أبطالنا إلى منطقة حرب، قطع الإمدادات على الميليشيات واستقطاع الجوف كاملة والدخول في منطقة أو محافظة عمران. الترتيبات من القيادة وقيادة الجيش الوطني ومن قيادة المنطقة العسكرية على هذا الترتيب بإذن الله تعالى. نعم. وهناك ترتيبات كبيرة جدا بإذن الله، وقبيل الأيام ستكون هناك أخبار، وأخبار مبشرة بإذن الله تعالى. نعم. خاصة بعد القيادة الجديدة، قيادة اللواء الركن أمين الوائلي، الذي هو يعتبر من أنجح القيادات العسكرية. نعم. نوجه لكم التحية سيادة المقدم، نشكركم من جزيل الشكر. أشكرك مقدم أحمد عامر مدير المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية السادسة.